لما يشغل القارئ قلبه بالتفكير في معنى ما يتلفظ به، فيعرف معنى كل آية، ويتأمل الأوامر والنواهي، ويعتقد قبول ذلك، فإن كان قصر عنه فيما مضى من عمره، اعتذر واستغفر. وإذا مر بآية عذاب أشفق وتعوذ، أو آية تنزيه نزه وعظم، أو آية دعاء تضرع وطلب، كل ذلك هو التدبر في القرآن. فمن أراد علم الأولين والآخرين فليتدبر القرآن الكريم، ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إن التدبر في القرآن هو الطريق للاستفادة من آياته والتأثر بها، فالقراءة الميتة للقرآن لا تعني أكثر من كلمات تردد على اللسان دون أن تؤثر في واقع الفرد التأثير المطلوب. أما التلاوة الواعية فهي تتجاوز اللسان لكي تنفذ إلى القلب فتهزه وتؤثر به. لقد كان أولياء الله والعارفون بالله يتلون القرآن بوعي، فكانت جلودهم تقشعر وقلوبهم ترتجف حين يقرؤون آية من القرآن، بل وربما كانوا يصعقون لعظم وقع الآية في نفوسهم. فلقد تلا الإمام الصادق عليه السلام آية في صلاته ورددها عدة مرات، فصعق صعقة ووقع مغشيا عليه، ولما أفاق سئل عن ذلك فقال: لقد كررتها حتى كأني سمعتها من المتكلم بها، فلم يثبت لها جسمي لمعاينة قدرته. وكانت الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. بل إن تدبر لحظة في القرآن الكريم كان منعطفا وتغييرا كبيرا في حياة الكثيرين. فهذا الفضيل بن عياض كان في بداية حياته مجرما خطيرا، وكان ذكر اسمه كافيا لإثارة الرعب في القلوب، فكان يقطع الطريق على القوافل ويسلب المسافرين ما يملكون. وذات ليلة كان يتسلق جدار بيت يريد بأهله سوءا، فتناهى إلى مسامعه صوت يتلو هذه الآية الكريمة، وهي قول الله عز وجل: فأخذ يفكر في هذه الآية بضع ثوان، وأخذ يردد مع نفسه: يا رب بلى قد آن، يا رب بلى قد آن. ثم هبط من الجدار
وتولى بوجهه شطر المسجد الحرام، فاعتكف فيه إلى أن مات. إن تدبر هذا الرجل في آية واحدة حوله من مجرم متمرس بالجريمة إلى معتكف في محراب العبادة، فكيف إذا تدبر الإنسان القرآن كله؟إن التدبر في القرآن هو الطريق لفهم قيم القرآن وأفكاره ومبادئه كما أنزلها الله سبحانه وتعالى، فهناك خيارات صعبة وعديدة تطرح أمام الفرد وأمام الأمة كل يوم، ولاختيار الطريق السليم بين الخيارات لا بد من الرجوع إلى القرآن والتدبر في آياته. ومن هنا يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن هنا أطلق القرآن على نفسه اسم الفرقان، ذلك لأنه يفصل ويفرق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. ولكن لمن؟ الجواب: لمن يفهم آياته ويتدبرها. هناك مشاكل كثيرة يصطدم بها الإنسان في حياته، سواء المشاكل الفردية التي لا تتعدى إطار ذاته، أو المشاكل الاجتماعية التي تصيب الجميع. والقراءة الواعية للقرآن الكريم والتدبر في آياته يقومان بدور مزدوج في هذا المجال، فهما من جهة يقومان بتطهير ما علق في نفس الإنسان من سلبيات. ومن هنا يقول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: وننزل من ولا يزيد الظالمين
ومن جهة أخرى يقومان بوضع البرامج السليمة للخروج بحل ناجع لهذه المشاكل. إن التدبر في القرآن هو الطريق للعمل بما جاء فيه، وذلك لأن العمل بالقرآن يتوقف على فهمه، وفهم القرآن لا يمكن إلا بالتدبر في آياته. ومن هنا فإن الذين لا يتدبرون القرآن ربما يفوتهم تطبيق الكثير من مبادئ الدين في حياتهم العملية وهم لا يشعرون. فعن عوف بن مالك الأشجعي قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن، فإذا عيناه تذرفان. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقد بات الكثير من السلف الصالح يتلو أحدهم آية واحدة ليلة كاملة يرددها ليتدبر ما فيها، وكلما أعادها انكشف له من معانيها وظهر له من أنوارها وفاض عليه من علومها وبركاتها. وقال الأحنف بن قيس: عرضت نفسي على القرآن فلم أجد نفسي بشيء أشبه مني بهذه الآية التي قال الله فيها: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن أعجب ما رأته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت ثم قالت: كان كل أمره عجبا.
أتاني في ليلة التي يكون فيها عندي، فاضطجع بجنبي حتى مس جلدي جلده، ثم قال: يا عائشة، ألا تأذنين لي أن أتعبد ربي عز وجل؟ فقلت: يا رسول الله، والله إني لأحب قربك، وأحب هواك، وأحب ما يسرك مما تهواه. قالت: فقام إلى قربة من ماء في البيت، فتوضأ ولم يكثر صب الماء، ثم قام يصلي ويتهجد، فبكى في صلاته حتى بل لحيته، ثم سجد فبكى حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه فبكى، حتى إذا أتاه بلال يؤذنه بصلاة الفجر رآه يبكي، فقال: يا رسول الله، ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة هذه الآيات؟ فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر السورة، ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. كلنا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على تلاوة كتاب الله عز وجل، ووعدنا عن الله عز وجل بثواب جزيل وأجر عظيم، على كل حرف 10 حسنات. وقال، حتى قال في الحديث: ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلكن مع الأسف كثير من المسلمين وقفوا عند هذا الحد من فهم الحديث الشريف، فظنوا أن القرآن الكريم هو فقط لأن يجمعوا الحسنات ويكثروا الثواب. وفي الحقيقة هذا الثواب المترتب على قراءة القرآن وتلاوة القرآن ليس المراد منه الثواب فحسب، ولكن هو تشجيع للمسلم ليقرأ، لأن القراءة هي باب التدبر، فنحن نريد أن نتدبر كلام الله تعالى.
فالله عز وجل قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فإذا التدبر، التفكر، التذكر، النظر في الآيات، في معاني الآيات، البحث عن معاني الكلمات في كتب التفسير، يجب أن نتدبر كلام الله عز وجل، لأنه كلام الله، ولأنه الخطاب الإلهي لنا، فكيف نقرأ خطابا لا نفهمه؟ يجب علينا أن نتدبر كلام الله عز وجل، والتدبر يكون بحسب الطاقة، يعني العامي يتدبر، يختلف تدبره عن طالب العلم، يختلف تدبره عن العالم، فبالنهاية يجب أن نتدبر كلام الله عز وجل. وحتى التدبر، حتى تدبر كلام الله تعالى، التدبر يجب أن يكون لأجل، أو هو وسيلة لأجل العمل بكتاب الله تعالى، يعني هذا هو الأصل، الأصل العمل بكتاب الله عز وجل. لذلك نحن لو قرأنا حياة الصحابة رضي الله عنهم لرأيتهم يقولون مثلا: كنا نقرأ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام 10 آيات 10 آيات، فلا نقرأ الثانية حتى نحفظ الأولى ونعمل بها، فحفظنا القرآن والعمل جميعا. إذن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون القرآن للعمل، ليس لجمع الحسنات. طبعا هناك حسنات وهناك ثواب وهناك أجر لقراءة القرآن، لا خلاف في ذلك أبدا، ولكن الأصل في ذلك التدبر، يجب أن نتدبر كلام الله ثم نعمل به. وما أجمل وصية العلماء الحكماء حينما قالوا: اقرأ القرآن وكأنه أنزل عليك. أنت أيها المسلم إذا أردت أن تقرأ القرآن، اقرأ القرآن وكأنه أنزل عليك وحدك، يعني كأنه لا يوجد في على وجه الأرض غيرك، وأنت المخاطب الوحيد بهذا القرآن الكريم، وهذا القرآن رسالة من الله إليك، فأقرأه كأنك تفتح رسالة وتقرأ رسالة من الله عز وجل إليك، فكيف تقرأ هذه الرسالة وهي من الله؟ فلذلك اقرأ القرآن وكأنه أنزل عليك. عندما تقرأ: يا أيها الذين آمنوا أعطي هذه الكلمة سمعك، اسمع تماما، يا أيها الذين آمنوا اسمع ماذا سيأتي من أمر إلهي بعد هذه الآية.